يوم مش مزجميل درجة حرارة 26 وعزة سنجر بعتت الفستان اللي هلبسه في لومارشي ولا لسه؟ نو أبلا لسه عزة باعت رسالة بتقول الفرخة طارت ولازم تدور على ريش جديد للفستان ازاي؟ ده الافتتاح يوم 21 أكتوبر وخلاص مفيش وقت عندك 4 أيام أبلا لومارشي من 21 ل24 أكتوبر بقولك عايزة أروح الافتتاح يلا اطلبي بشبش الفرارجي يبعت لها جوزين شامور تاخد ريشهم للكورساج وترجع الباقي باني السنة دي الناس كلها رايحة معرض لومارشي من 21 ل24 أكتوبر في مركز مصر للمعارض الدولية 4 أيام بس في عروض تقسيط غير مسبوقة من فاليو حتى 72 شهر وتخفيضات بتوصل ل70% لمارشيه لو ما رحتش مش هتعرف